هنا أستغل توقعاتك الدقيقة حول قضية التدخل الروسي. إلى أين سيصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هل سيقتحم كييف أم سيكتفي ببحر آزوف والسيطرة على أوديسا والسيطرة على شمال البحر الأسود؟ كيف ترى بتقديراتك مع طول مدة الحرب الآن، كيف ترى الأهداف الروسية هنا؟ يعني من الناحية اللوجستية والميدانية بدون شك الروس ربحوا، ولكن من الناحية المعنوية وردة فعل دول العالم، يعني هنالك ارتكاب عند الروس وماذا سيفعلون، ولكن مصالحهم هي فوق مصالح دول الجوار. أنا أتصور بأنه سيحاول الدخول إلى كييف، وحكومة وإدارة زيلينسكي حسب ما نعرف بدأت بالتفكفك، وهنالك أشخاص ضمن حكومته يحاولون اليوم أما إلى بدأوا محادثات مع الروس للانضمام إلى الروس، ومنهم من يحاول اللجوء إلى بريطانيا وغير ذلك. يعني المعلومات التي تصلنا، يعني الوضع بالحكومة والرئيس زيلينسكي هي متفككة، ولكن بالنفس الأخير يعني أسبوع أسبوعين، ولكن إرادة الشعب الأوكراني هي التي ستقرر مصير كييف. وطبعا الاجتماعات للأطلسي ومواقفهم، يعني إذا الأطلسي عبكرة نهار غد أخذوا قرارا حاسما أنه الحظر الجوي فوق منطقة كييف وغربي كييف، يعني أنا ما بتصور بوتين سيحاول خرق هذا الحظر، لأنه طبعا ستكبده خسائر في المستقبل سياسية، وخسائر ربما في سوريا وشمال إفريقيا. يعني هو كمان عنده خط الرجعة، يعني بوتين مع في هذه المناطق، ولكن إذا لم يأخذوا أي قرارات إلا فقط بإرسال سلاح فتاك إلى قلب أوكرانيا ويتركون الشعب الأوكراني فقط، هذه حجة ضعيفة عند الأمريكان أنا أتصورها وعند دول الغرب.